ضيفتي هي وجه تلفزيوني معروف جدا في عالم عرض الأزياء وفي الميديا بشكل عام، ولكن حبت بأنه تلتزم منزلة بحياتها من بعد ما الله رزقها 4 أطفال. سابين عبد النور نحاس، مساء الخير. مساء الخير نشان. وكيفن نحاس ابن لسابين هو بطل الحلقة الليلة، مساء الخير كيفن. صباح الخير كيفن. أنت بطل، ماشي ماشي. You are our hero. أنت واحد من الأبطال يلي مبسوطين فيك. أنت شاب عمرك 16 سنة كان يعني السنة الماضية بنوفمبر 2019 وتشخصت بمرض. أيوه. شو هو المرض؟ اللوكيميا، نوع كانسر بالدم. صابني بأول نوفمبر، بلش يبينوا السيمتومز بآخر الصيفية، بس بينت فحص دم. جات رحت على المستشفى قالوا لي انه لازم نمونيك، في شيء خطر. فضليت من وقت لوقت. كنت رحت على سيدة المعونات بجبال، جات رحت نقلوني لانه كنت تحت السن، تحت اندر 18 تحت السن. ف رجعت رحت على الاي يو بي ميديكال سنتر، رجعوا صدفوني سانت جود. سانت جود. طيب قبل ما انتقل لسابين بدي اياك تقول لي عن التسميه، تسميه كانسر او لوكيميا، شو بتحب تقول؟ كيف بتحب تذكر المرض؟ هلا انا كتر خير الله قطعتها، بس لا عم جرب قد ما في اعيش حياتي طبيعيه وهيك، بالرغم من بالشيء اللي مرقت فيه. بس هيدي تجربه خلتني اطلع على الحياه بطريقه ثانيه. يعني كيف هيك بلحظه بتتغير حياه الانسان؟ بس ما عندك مشكله اليوم صارت تقول انه كان عندي سرطان دم، ولا عندك مشكله؟ هلا ما بحب اكون معروف هيك صراحه، بس شو بتحب تقول؟ لوكيميا. لوكيميا. سابين الله مساء الخير. الله عطاكي 4 وردات حلوين، يعني عملتي عائله ما شاء الله. عندك كريستوفر، عندي بيير كريستوفر، كيفن وإلسا ماريا. وإلسا. فجأة قالوا لك انه ابنك مصاب بلوكيميا. وين كنت؟ نحن أول شيء عمل فحوصات دم، كان كيفن بالصيفية بلش يحس حاله إنه تعبان ومتضايق وهيك، لا بلشنا نلاحظ إنه في شيء غريب، خصوصي أنا يعني قال له لجوزي إنه ابني منه طبيعي، يعني عم بيضله هيك ما له جليدة، هو بحب كتير سبورتيف وأكتيف وهيك. كنا بالصيفية بالمبدأ وبلشت تدهور حالته شوي شوي زيادة، وأخذناه عند الحكيم علاجناه كرمال المعدة والمصارين وهيدا، ومشي حاله فترة. بعدين انتقلنا للمستشفى أكيد لأنه كان طلبوا له فحص دم، وأول نهار عشية عملوا يعني بالنهار عملوا له كل الفحوصات، عشية قاعدة أنا وياه لحالنا بالمستشفى بتلفن لي، بتقلي النيرس الحكيمة ناطرتك دكتور مادونا، ناطرتك بدها تحكي معك على التليفون. ف كنت بالمستشفى وقت قالوا لي يعني، فبعثت مساج اجري ما عاد فيني وقف، حسيت في شيء انحلال بجسمي كله. دغري بعثت مساج لجوزي انه تعا، وقمت هلا بدي اوصل لعندها على يعني بدي اوصل على اوضه النيرسات لتحكيني. صراحه حسيت اخذت معي وقت، هي كانه على سلو موشن عم بمشي يعني. فبالاوضه هنيك حكيتني، هلا صرت انا عم ركز اكثر من اللزوم لانه بتعرف صار مثل في افكار عم تجي على راسي وبنفس الوقت بدي اسمع الحكيمه شو عم تحكي. فقالت لي انه في عنده الدم ملخبط عنده كثير، وصارت تشرح لي بالاخر. قلت لها لحظه دكتور خليكي معي شوي، انت عم تقولي لي انه ابني عنده لوكيميا؟ قالت لي سكتت. قلت لها عم تقولي لي ابني عنده كانسر لوكيميا؟ قالت لي انه ايه 80%. قعدت بلشت تحكي هي انه لازم تنقلوه على الاي يو اتش لانه كان الفرقات مسكره، ايه وضروري ننقله لهونيك كرمال الفحوصات، واللابوراتوار تحت بيفتح 24 ساعه ومشكورين صراحه. فنقلناه بنفس الليله. حكيت مع لمين بمين اتصلتي اول ما عرفتي؟ اول شخص خطر لك تحكي انه ابني منه منيح؟ صراحه امي واختي. اختي كانت عندها ظرف خاص يعني ما كنت قادره احكيها، فدغري بعثت مساج حتى ما كنت قادره احكي، يعني بعثت للماما مساج انه دخيلك يا ماما ما بعرف شو بدي اعمل، ابني طلع عنده لوكيميا. حتى لما الواحد تصير ام تتصل بأمها. ايه دايماً. طبيعي اول شيء خطر على بالي دق للماما يعني وقلها، وحسيت انه مثل كانه هي يعني قاعده حدي يعني، عرفت؟ مع انه مساج ما قدرت حتى تلفي. اختك سيرين عبد النور وزوجها فريد رحمه ساعدوكي كرمال ينقلوا
كيفن على المستشفى؟ أكيد الماما دغري دقت لسيرين وإجت لعندي على المستشفى هي وفريد ودغري هن عملوا اتصالاتهم لأنه أنا وإلي كنا بحالة مثل صدمة بالحقيقة. هن شو قال إلي نحاس زوجي؟ إلي ما قال، إلي كان كل الوقت يعني إلي كتير شخص معلق بولاده كتير يعني باي اكسترا باي يعني، وخصوصي بكيفن، كيفن معودنا على المفاجآت، كيفن خلقان أول نهار بالسابع وكنت عاملي مشاكل فيه بحبلي يعني، بس هذا الشيء ما خصه باللوكيميا يعني بريماتوري ما خصه إنه يكون لوكيميا، فإلي معلق فيه لإله بزيادة عن اللزوم يعني، فما كان عم يحكي كان عم يبكي كل الوقت بالحقيقة، وأنا كنت مصدومة يعني، بس كان الحكيمة قالت لي 20% في أمل إنه ما يكون لوكيميا، تعلقت بهول ال 20% وصرت ماشية مع الوقت يعني إنه مع الفحوصات والهيدا. شو كان الهاجس الأكبر سبيل؟ شو كان أكثر خوف بحياتك؟ طبيعي كلمة كانسر منا هينة، ويعني المرض أول شيء صدمته ثقيلة، بتوقع وقعة ثقيلة على الإنسان، بس بعدين بيرجع بيرجلج أموره. أكيد فقدان الولد يعني هيدا هاجس عندي من قبل ما يكون كيفن عنده لوكيميا، كل عمري بحسد بس شخص وحيد هو اللي بيموت قبل ولاده، لأنه فقدان الولد كتير شيء صعب يعني. تعرف كسرة شو سابين؟ كل ما الأهل بيطلعوا بابنهم أو ببنتهم بيقول له يقبرني أو تقبرني بيقصدوها 100%، هن مش بيقصدوا إنه يعملوا دراما وموت، لا، الأم وقتها بتقول لابنها تقبرني بدها سنة الحياة تكفي يكبر هي. هو صحيح. يتجوز يخلف وبعدين هي تشيخ تكبر وامرق بكل هول المراحل، هاي سنة الحياة. صح. أسوأ شيء وقت الأهل يكونوا عايشين وهن يقبروا ابنهم أو بنتهم. أنا عشت مع تيتا الله يرحمها، توفى خالي وانكسرت حياتها هي وجدي، يعني بتحسهم كانوا مكسورين وهيدا المنظر ما بيروح عن من راسي يعني. وأكثر من بعيد بعشية عيد الأم، أكثر من الناس يلي خناقين مع أمهاتهم ما بيحكوا معهم أو في خلافات أسرية، الأسوأ بهالعيد هي الأم يلي فقدت ابن، والبي يلي فقد بنت، هي العائلة يلي خسر الطفل. 100% هون أسوأ كسرة لكل العمر يعني. صحيح. ما ممكن تنسى الأم إنه ولد راح من عندها، لو قد ما كانت عمره، قد ما كان يعني يمكن شهر أو ساعة يعني. حتى بتذكر أنا وقت كيفن وقت خلفته وكان بالسابع، ووقت قالوا لي بالمستشفى إنه 50% بعيش 50% لا يعني شو إنه ما عم بيقولوا لي إنه في موت يعني. وقتها كنت عم صلي أنا بهالوقت، غلبت الأنانية علي إنه إذا صار له شيء الصبي روح أنا، لأنه هيدي كسرة رح تكون بكل حياتي. بوقتها نسيت إنه عندي ولدين. صحيح. غير وعائلتي. الأنانية بتغلب. صح. على الإنسان. كيفن خبرني، بلشت الرحلة، رحلة العلاج، رحت على سان جود وشفت ناس مرضى حواليك، مين شفت؟ شفت مريضين يعني أنا بس تطلع فيهم بشكر ربي إنه الله عطيني هيك شيء مش شيء أضرب يعني. شوف أولاد يعني عندهم كانسر مش بس بالدم يعني، حيلا أعضاء من جسمهم بينجبروا يقتلون أجرهم بحطونهم شيء يعني. أطلع بهالمناظر يعني ما بعرف، أشكر ربي على كل شيء، كتر خير الله قطعتها فترة. شو أسوأ اللحظات اللي سمعت فيها أولاد موجوعين من السرطان؟ أزعل شيء يعني شوف ولد عم يتوجع قدام يعني، وما في يعني هيدا نقطة ضعف، شوف ولد عم يتوجع ما بعرف يعني، يكون قاعد بالمستشفى مسكر قوتي ما في يهز، حاطين لي مصل وشرايط ما في يهز، ما في يقوم التخت. وتسمع؟ اسمع صوت ولد عم يتوجع كثير يعني، بس يشكوه ابر الولد مش مثلي انا يعني، الولد ما بيعرف شو عم بيصير، ابر بتوجعه اكثر مني، انا عندي قلب عندي هيك انه كبير بعرف شو عم بيصير معي. هيدي فرصه كرمال نحيي كل الطاقم الطبي في سان جود بالايام بامسي، وكل الاطباء والطاقم الطبي الممرضين والممرضات اللي عم بيشتغلوا كمان بالمستشفيات اليوم لمساعده الناس المصابين بفيروس الكورونا. أكيد. لانه هودي مش جنود مجهولين، هودي جنود بيستاهلوا تكريم فردا فردا واحد واحد. انا نيشان بدي استغني من الفرصه لاقول ميرسي للسان
جود لكل فريق العمل والأطباء، لأنه عن جد بيتحملوا كتير السوينجينج مود إذا بدك الأمزجة المتأرجحة تبع الأولاد. يعني حتى أنه أنا أصير مثلا أقول له خلص كيفن، أنه عيت أنه هيدا، يقولوا لي مدام معلش أنت مانيك عارفة شو عم بيصير معه، أنت ما بتعرفي قديش حاسة فيه، بس هو عم بيصير معه كتير إشياء. يعني هن يطولوا بالهم عليه بطريقة عن جد بشكركم من قلبي. سابين، أنت أول ما فتت رحتي على سان جود كان عندك في نص ساعة عشتيها، في نص ساعة بالبداية عشتيها، قلت إنه هيدي الفترة لإلي، شو كانت هالنص ساعة؟ إيه هيدي قبل ما نفوت على سان جود كانت الليلة اللي أكدت لي فيها دكتور نيدال إنه كيفن عنده لوكيميا. فهيدي الصراحة نسيتها، ما تذكرتها غير يعني بهلأ بوقت قريب كتير. حسيت حالي وقفت الدنيا عندي، يعني حسيت ماشي. بس بتذكر اللي تذكرته منها انه ركعت وقلت لها يا عذرا دخيلك ما تعيشيني تجربتك، ما فيني اعيش تجربتك يعني انا. واكيد بكيت واكيد قشطت وهيك. اللي بتذكره كثير منيح انه في حنفيه ومغسله، حطيت راسي تحت الحنفيه والمغسله وابني واقف، كريستوفر كان واقف معي، وغسلت وجهي ومشي يعني كتير. وقفت قلت له خلص ما عاد بني شي، نشفت وجهي. يعني كان قطع نص ساعة، على يمكن نص ساعة على هالفترة القليلة، لأنه كان في كيفن بالأوضة ومجبورة أروح لعنده هيدا، فما بدي إياه يشوفني متضايقة أو عم ببكي. هيدي النص ساعة اللي كانت لإلي حسيت حالي إنه أوكي أخذت راحتي فيها، وزعلت وبكيت وعصبت وخفت. خفت إنه؟ خفت انه افقد ابني اكيد. شو صليت للعذراء؟ خفت من المرحله يلي بدنا نقطع فيها، لانه حتى لو بده يشفى، وانا كنت اكيده انه يعني مش اكيده بس انه كان عندي ايمان قوي انه بده يشفى. كان عندك ولا مره فقدت الايمان؟ لا لا لا، هيدي شغله مستحيله انه افقد ايماني، ابدا مستحيله. بس كان عندي خوف من هالمرحله، لانه انا كنت على طول تابعه على البروجرامات، وكنت انا انزل بجمعيات وساعد اطفال بالكانسر سنتر يعني. فما توقعت ولا مره انه هيدا الشيء يصير عندي انا، ومن هيك خفت. ايه خفت في فتره. كيفن صليت؟ اكيد. مين شفيعك؟ ما شربل. كان عندك شو صورة مثلا؟ كانت كتير يعني كانوا يجوا لعندي يزوروني، يجيبوا لي كذا مسبحة من مارشربيل، من عنية، من حريصة، من وين ما كان. إنه كانت كل قبل عملية حاط صورة مارشربيل، صلي لشي خمس دقايق قل لهم بليز طلعوا لأمي وبي، بدي صلي خمس دقايق قبل كل عملية. اطلع اعمل عمليه، يسالني الحكيم موجوع، قال له لا والله لا، انا كون حاط صوره مشاربي على صدري او ما بعرف وين. ماشي جنو يعني، يكون في الحكيم مع كذا تلميذ عم يعمل ستاج، يجنوا كلهم يطلعوا بعد كيف. كيفن انت شاب يعني مراهق يعني 17 هلا عمرك، فكره الحياه والموت اكيد ما كنت تفكر غير بالحياه، انه باسكت بول ومدرسه بعدين جامعه. شو تعلمت؟ تعلمت انه الحياه فيها مسؤوليه كبيره لإلي، انه لو قد ما كان عمري هلا عندي مسؤوليه، واكيد بدي كفي حياتي عادي، ما راح خلي هيدا الشيء يعني يغير لي حياتي. ما راح شفت شي مره انه تموت؟ لا صراحه كان طالع عندي ايمان انه راح اعيش وراح كفي حياتي عادي. ولا مره؟ لا لا ولا مره فقدت ابدا. هر شعرك؟ اكيد بالعلاج. اوكي. مين اللي ساعد يعني سابين هر الشعر كمان؟ هو يعني بالكيموثيرابي لازم يعني، هيدي مرحله بيعيشوها، بس ناس بتعمل منها دراما كثير قويه، ومش دراما، حزن كثير كبير، وبيتاثروا لانه بيعتقدوا تساقط الشعر. كيفن كنا وين ما نروح على اي سوبر ماركت اي محل يشتري فرشيه شعر، كان عنده شعره كثير شيء مهم لإله، لانه يعني مش دراما، هو حزن كبير مربوط، اذا تساقط الشعر كانه الشخص رح يسقط وبالتالي ينتهي. ايه هي الايموشن اللي بتصير، وحتى الدواء اللي بيستعملوه يعني بيعمل اوقات مثل اعصاب او هيك، والافكار اللي بتجي على راسه للانسان، بلس انه يشوف شعره راح، فانه شغله كثير. انا تاثرت، ما فيني اقول تاثرت انه بكيت، لا،
بس كنت على طول ما فيني اتاثر نيشان، ما معي وقت اتاثر. برافو عليك. عرفت كيف يعني؟ على طول بدي اكون انا ضحكتي من هون لهون، وعلى طول واقفه مش بس حد، وحد جوزي وحد امي وحد بيي وحد اختي وحد خيي وحد الاولاد اهم شيء يعني. فما عندي وقت اتاثر لانه كلهم بيطلعوا فيي، اذا انا عامله هيك معناتها في مشكل، اذا انا عم بضحك معناتها الحياه حلوه والحياه سبحان الله. الام هي شمس البيت، شمس البيت، ابتسمت تشرق الشمس. ما ابتسمت يعني غابت الشمس. فين كيفن؟ فينا نحضر الفيديو يلي انت عم بتشيل شعرك؟ اكيد اكيد. تسمح لنا؟ لو سمحت. قوي احيى الامن مش غلط يعني، مش يا اخي اول مره هاي احلى نحاس. خليه عتلان. ها يا كيفن، اصحابك احنا بنعرف انه بدنا سوشيال سبورت سيستم، هالدعم المجتمعي، والاصحاب هن خط دفاع اول بيعطوا مناعه اميونيتي. لا بدور اساسي يعني، شو يعني الصراحه اصحابي لعبوا دور اساسي فيها يعني. ما بعرف يعني انه يجوا لعندي على المستشفى يضلوا يدقوا لي على التليفون يسالوني كيف كل شيء وهيك، كانوا خايفين كثير علي. مزبوط انه حلطوا شعراتهم؟ ايه شوف على الصوره. اوكي اوكي. من ثلاث مدارس حوالينا يعني بالمنطقه اللي احنا ساكنين فيها، الثلاث مدارس بما انه هن اصحابه بيطلعوا جروبات مع بعض، كلهم أرسوا شعرهم قبل ما حتى تهر شعره من راس كيفن، فكانوا دعم اساسي له، الله يحميهم لاهاليهم. بالبرامج التلفزيونية جرت العادة إنه منمرق مرور الكرام، بدي وقف الثانية والدقيقة بدي تحكيهم لأصحابك، أنت قل لهم شو بدك تقول لهم؟ بدي أقول لهم ميرسي كثير على كل شيء لأنه ما تركوني الثانية، ورح ضل حبهم لو شو ما كان، ومعهم تخطيت هيدا الشيء، مباليهم ما كنت بتخطى شيء للصراحة. عم قولها يعني اجوا على سان جود عملوا عجقه بس اجوا اجوا 30 واحد ومسموح زياره لشخص او شخصين، اجوا 30 واحد فرد مره وعملوا مظاهره يعني بس كرمال انه لانه كان بوقتها شوي هو تعبان. فا ايه عطوني بوش كبير للصراحه يعني. طبعا طبعا اصدقاء نواه اساسيه للواحد يتحفز ويتخطى مراحل صعبه. سابين، حالته الصحيه اليوم نحن ب 18 يوم لوكيميا فري. نحن عامل ايه انا بحاله مينتننس يعني ايم ريكفرينج، بس أوكي. عندي سنتين بضل اخذ فيها علاج كرمال ما يرجع. بس انه ما عندي شيء هلا، انا هلا طبيعي كل شيء منيح، عندي هلا فتره بس ناطر هلا نو لوكيميا. لا 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 انت ما عندك سرطان، ما عندك باذن الله ما بيرجع وما بنفوت بتفاصيل ثانيه. نيشان، انا عبر حلقتك بدي، بما انه الحلقه لعيد الام، بدي اول شيء عيد كل الامات اكيد، وخاصه يلي هن عم يمرقوا بهول الظروف اللي انا مرقت فيها ومرقوا ورح يمرقوا، بقول لهم خليكم قوايا. وخصوصي في اثنين مدامات امتين، تهاني يلي فقدت مهدي، بقول تهاني انت ما بتروحي من بالي، لانه تهاني اول وحده كانت بالمستشفى وقت انا فتت مع كيفن، و تهاني كانت عم بتعد الايام لمهدي يصير ملاك بالسما ويفقد عمره. بتذكر مره طلعت من اوضتي، من اوضه كيفن، وعم بحكيها عم قول لها يي تهاني شو بكي حتى مكياج اليوم، خايف في شيء تطورات جديده؟ قالت لي سابين، انا وقت بكون كثير متضايقه وبدي ابكي بحط مكياج لما ابكي وما بين على حالي اني انا ضعيفه، وكثير اثرت فيي. تهاني بحبك كثير. زينة وعيسى، عيسى كمان عمل كتير مضاعفات بالهيدا، عمل بالبنكرياس اشياء وضلوا حوالي الشهر بلا اكل. هيدا صبي كتير اثر بكيفن لانه كان وحدنا، وكان كل الوقت يصرخ بدي اكل بدي اكل، هو عمره 8 سنين وما قادرين يعطوه اكل. زينة بقلك انت احلى ام. شو بدك تقولي للامات يلي ما بتعرفيهم واليوم تابعين في سان جود او باي مستشفى ثاني وعايشين بصراع، هيدي حامل القران والثانيه حامل المسبحه، عم بيناجوا ربهم انه بيشحتوا
صحة لابنهم أو بنتهم. شو صح، وهيدا صارت معنا أنا وزينة، كنا ماسكين إيدين بعض وعم بنصلي، هي مثل مشيعية وأنا مسيحية، وهي كانت عم بتصلي وكنا ماسكين إيدين بعض لحتى الله يشفي كيفن وعيسى، وكانت لحظة كتير حلوة. هلا كرمال هي بتعرف قطعنا بفترات كتير أنا وياهن صعبة، وبعدنا منتواصل مع بعض يعني، وبحبهم كتير وأثروا فيي هالتنين نسوين. هلأ وحدة غيري كانت لأنه هن استقبلوني وقتها بالمستشفى، وقت نزلنا من المستشفى من الأيو إتش على سان جود، هن كانوا وحدة غيري لو تسمع أخبارهم يمكن كانت تعبت أكتر، بس أنا كتير أخذتهم بطريقة بوزيتيف، إنه إذا هن هيك حالتهم وعم يضحكوا أنا ما عندي قصة. أنت وزوجك إلينا حاس العلاقة كيف كانت كل فترة العلاج تبع كيفن؟ إلي ما ترك المستشفى، إلي بي غير شكل. ما تركني أبداً ولا ثانية يعني. إلي أمي قل له روح على البيت إنه ارتاح، أنا رحت على البيت، يقول لي أنا فتت مع ابني وبطلع بس مع ابني من المستشفى، ما ترك ولا تكي. وعلى فكرة بدي أشكره لإلي كمان على ثقته، لأنه إنه الواحد يسلم ابنه عمره 17 سنة لبرنامج تلفزيوني. عنا ثقة فيك من زمان. بشكرك سابين. علاقتك أنت وكيفن بالمستشفى، يعني هيدا ابنك وعندك ثلاثة غيره الله يخليهم، بس اكتشفتي أشياء جديدة بها؟ اكتشفت كتير أشياء. أول شيء ما كنت أعرفه، كنت بس يكون عندك أولاد كبار، الصغار بينتكل حقهم لأنه بيضلهم بعين الأم والبي صغار، إنه هوليك صاروا كبار. فكيفن كنت على طول إنه ما عم يكبر يا عمي هالصبي، مش عم شوفه. وبعدين بدولاب الحياة السريع وعندي جيلين بدي أهتم بالكبار والصغار وبحالي وبجوزي وهيك، فشوي ما كنت أقعد يمكن معه الوقت اللي لازم أقعد. لازم نرجع نسرق على التلفزيون سابين. لازم ترجعي تجي لعنا على التلفزيون، انت امرأة ذكية وجميلة بنفس الوقت، فلازم نكسبك بالتلفزيون. شو بدك تقلها لأمك بهذا الأمر؟ بدي أقلها ميرسي كثير على كل شيء. إلا لا إلا لا إلا ميرسي كثير على كل شيء، لأنه ما تركتيني، ومع كل الحب اللي اعطيتيني إياه قدرت خطيت هذا الشيء. و هابي مادرز داي. خلي لي إياك يا حبيبي. خلي لي اياك مامي انت واخواتك يا رب، يخلي كل ام وما يكسر قلب ام وتشوف هيك ابنها متضايق، وميرسي على البوكي. و يعني ايمان، يعني نحن بزمن الصوم، ايمانك مثل ايمان النازفه يلي لمست رداء يسوع وامنت بانه رح تشفى. وبعد انه هيدا الشيء، الايمان هو الشيء اللي بيوقف الانسان على اجريه، والصلاه. ويعني نحن ما بنتجرب من الله، مع اللي بدي هيدي بدي وصلها مساج عبر برنامجك، نحن مش الله اللي بيجربنا. انا بديانتي يسوع المسيح تجرب من الشيطان، الشيطان هو اللي بيجربنا ليبعدنا عن الله، لنقول وينه الله؟ ما انا بصلي كثير، ليش الله ضربني بابني؟ ليش عمل لي هيك؟ هون كل روح بيسحبها الشيطان لعنده كنز له. بالنسبه يعني كيف بدي افسر لك اياها اكثر، اذا لهيدا كيف اللي بفوت جول بملعب الثاني بيكون مبسوط كثير بيربح بجول واحد، فهيك نحن الله بحبنا كثير والشيطان كثير بيكرهنا، وما لازم ابدا نفقد ايماننا بلحظات الصعوبه ابدا. وي لاف يو. انا بحبك. وبتلبق لك الحياه لإلك ولابنك ولعائلتك. كيفن بشكرك كثير، بدي وجه كمان تحيه لكل اصدقائك يلي كانوا حدك ودعموك، لانه بهيدا العمر المحبه بتكون خالصه صادقه. حافظ على صداقاتك معهم، لانه هودي كنز كنوز حياتي بتهديك اياها. ايه نيشان، وكمان في شغله انه قطعنا كثير بصعوبات قبل بعائلتي، بس عن جد هالمره حسيت محبه العالم كثير، يعني غير اهلي واكيد صاحباتي واقفين حدي ورفقاته. الفولورز على السوشيال ميديا انا ما فيني انكر انه دعموني وطلعوني من الحاله النفسيه اللي انا فيها وعملوا لي كثير موتيفيشن، وانا بدي اقول لهم عبر كاميرتكم بحبكم كثير وميرسي لدعمكم ولمحبتكم الصادقه لإلي، مع انه ما بيعرفوني شخصيا، بس عن جد لمست الحب والمحبه. حلو حلو هالبوزيتيفيتي كثير. هالبوزيتيفيتي. سؤالي الاخير، احتجت لدعم طب نفسي؟ لا صراحه، انا مساعد اخواتي ورفقاتي وكلهم كانوا يعطوني بوزيتيف فايبس، وهيدا كان الدور الاساسي اللاعب انه انا اشفى من هيدا الشيء. اوكي. لانه هن بيقولوا يعني مش بس توقف عند الابر والعلاج وهولي،
كمان بدك تكون بوزيتيف من جوا، تضلك مبسوط، تضلك عم تضحك، هيدا الشيء بيلعب دور اساسي انه تشفى وتصير منيح يعني. وانا الله يخلي لك اخواتك واهلك وتضلك دائما بطل هيرو. سابين بدي عايدك بمناسبه عيد الام، وانا اصريت انه استضيفك بهذه الحلقه حتى نحيي من خلالك كل الامهات البطلات يلي عم بيحاولوا يدعسوا بقلبه للسرطان، شو ما كان نوع السرطان، عم بيحاولوا يغلبوا السرطان، عم بيحاولوا يكافحوا حتى يشوفوا حياتهم احلى بحياه ابنهم. هن مصابين بالسرطان وهن عم بيناضلوا لحتى يضلوا بين عائلتهم ومع اولادهم وعائلتهم يعني. فكل مريض ان كان سرطان ولا في كثير امراض ثانيه كمان صعبه بده قوه، وخصوص الام، انت عمود البيت، ما تفقدي الامل ابدا، انت الاساس، ولو شو ما صار معك انت الحياه. فعطيت الحياه وحافظي على الحياه اللي اعطيتيها. شو بدك تقولي لامك اخر شيء؟ مام بحبها كثير واختي بحبها كثير والطنط كمان ما في.